أعزائي متابعي موقع يلا كورة، السلام عليكم. معاكم أيمن جلبرتو، حلقة جديدة من حلقات ترند يلا كورة. حلقة النهاردة هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي ونادي سموحة في الجولة 28 من مسابقة الدوري. النادي الأهلي قدر إن هو يحسم المباراة بنتيجة 4-0 ليصل للنقطة رقم 45 بعد 21 مباراة في المركز الثاني، ليتجمد رصيد سموحة عند 40 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع. طبعا ده الشكل اللي كان عليه تشكيل النادي الأهلي في مباراة سموحة. كان عندنا طبعا محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، وطاهر محمد، طاهر حسين الشحات، ومحمد شريف، ومستر بيتسو موسيماني. رجع للطريقة التقليدية بتاعت النادي الأهلي 4-2-3-1 بعد ما كان طبعا في مباراة بيراميدز كان ابتدى بطريقة 4-3-3 وكان بيعتمد على حمدي فتحي وعمرو السولية وألي ديانج في وسط الملعب. سموحة كان بيلعب بنفس الطريقة 4-2-3-1، الهاني سليمان، أطهر الطاهر، ورجب نبيل، ومحمود البدري، وشريف رضا، وفي الاثنين الارتكاز حليم وحمص، وكان في مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر في الأطراف وعبد الكبير الوادي، وكمان المهاجم بتاعهم ديريك. ايه الفرق اللي كان بين الأهلي وسموحة رغم ان طريقة اللعب واحدة؟ الفرق ان النادي الأهلي كان قادر ان هو يملى الحتة بتاعت نص الملعب بشكل قوي، ان هو بيعمل بريس بشكل بطول الملعب على طول. الكرة التانية على طول النادي الأهلي كان بيقدر ان هو يسترجعها من خلال تمركزات حمدي فتحي وعمرو السولية، وكمان الأدوار اللي كان بيعملها حسين الشحات وطاهر محمد طاهر في على الأطراف، عكس اللي كان شوية في مباراة بيراميدز ان النادي الأهلي كان ممكن الكرة التانية ما بيسترجعهاش بسهولة، وبالتالي كان بيخلق فرص بشكل قليل. فرقة نادي سموحة المشكلة اللي كانت بتواجهها ان هم كلهم كانوا تحسهم في المنطقة الدفاعية بتاعتهم مسايبين احمد عبد القادر ومصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي قدام من غير اي مساعده، وبالتالي حتى الهجمات المرتده بتاعت سموحه كنا بنلاقي دايما ان احمد عبد القادر بيروح لوحده، بيرجع على طول اكرم توفيق يغطي بشكل سهل، وبيكون تمركز دفاع النادي الاهلي رجع لوضعه الطبيعي. ونفس الامر بالنسبه لمصطفى فتحي لما بيحب يروح بالهجمات، كلها كانت محاولات فرديه وما كانش بيبقى فيه اي كثافه عند منطقه دفاع النادي الاهلي، رغم ان النادي الاهلي كان متقدم بأغلب لعبته. عكس بقى تماما هنا النادي الأهلي كان على طول الأطراف بتاعته لما بتتحرك على طول بتلاقي محمد مجدي أفشة موجود، محمد شريف موجود، حمدي فتحي وعمرو السولية متواجدين بشكل مثالي، إن الكرة التانية على طول كانت بتبقى مع النادي الأهلي. أتيحت لي عدد من الفرص في البداية ما قدرش يستغلها. حسين الشحات كان عنده فرصة، طاهر محمد طاهر كان عنده فرصة، كان في فرصة لمحمد شريف في العرضة لحد ما قدر حسين الشحات انه يسجل هدف، ولكن الهدف ده ألغي بداع التسلل. طبعا ده كان هيبقى من أفضل أهداف الدوري لو تم احتساب. النقطة الفاصلة في المباراة كانت لما النادي الأهلي قدر انه يسجل 3 أهداف في 5 دقائق من أول الدقيقة 40 42 45 عن طريق محمد شريف، حسين الشحات، ثم علي معلول من ضرب الجزاء. الاهداف كلها لو خدنا بالنا ان هنلاقي ان الاهلي على طول ضاغط فريق سموحة بيخليهم يرتكبوا اخطاء، تمركزات اصلا مدافعي سموحة كلها كانت تقريبا غلط، بيتفرجوا على الكرة، وبالتالي النادي الاهلي بالسرعات قدر ان هو يحسم نتيجة الشوط الاول 3-0. بنتكلم ان الهدف الاول اللي سجله محمد شريف 4 لمسات على طول، الثلاث لمسات اللمسة الرابعة هدف، كرة حسين الشحات يمكن هي كرة عرضية بس تمركز محمد شريف كان جوه منطقة الجزاء، معاه ثلاثة، ساحب معاه ثلاثة من مدافعي سموحة سايبين حسين الشحات هنا لوحده، وكمان كان في محمد مجدي قفشة واقف له هنا، لو كان يقدر حسين الشحات كمان بدل ما يسدد مباشر ان هو يرمي الكرة لمجدي قفشة ويسددها مباشرة في المرمى، هنا بنقول تمركز كان خاطئ جدا للاعبي نادي سموحة، كلهم مع محمد شريف وسايبين حسين الشحات براحته. الكرة الهدف الثالث زي ما شفنا كلنا 4 لعيبة من النادي الأهلي بيضغطوا بعد السنترة بتاعت فريق سموحة، السولية بيخطف الكرة بتروح لمحمد شريف، بتطول تروح لحسين الشحات على طول، بياخد ركلة جزاء وبيقدر علي معلول هو يسجلها. نفس الأمر تكرر في كرة الهدف الرابع، 6 لمسات للنادي الأهلي بشكل سريع جدا، قدر من خلالهم محمد شريف يسجل الهدف الرابع ويوصل للهدف رقم 11 ليه في الدوري. ده بشكل عام التحليل يعني للمباراة، ان ازاي النادي الاهلي قدر ان هو بعد ماتش بيراميدز لو ادى فيه اداء كويس، ولكن كانت اخطاء
وتفاصيل صغيره حرمت الفريق من الانتصار، عكس مباراه سموحه الفريق قدر ان هو يستغل اغلب الفرص اللي اتيحت ليه بشكل سريع، وبالتالي كان الفوز عريض. النادي الاهلي بيحقق الفوز 4-0 للمره الثانيه ليه في الدوري الموسم ده، لاول مره كلين شيت النادي الاهلي بعد 9 مباريات متتاليه في الدوري. شباكه كانت بتستقبل اهداف، وبالتالي دي من احد مكاسب المباراه. استمرار تهديف حسين الشحات للمباراه الثالثه على التوالي ده برضو من ضمن المكاسب. ياسر ابراهيم يعتبر هو رجل المباراه، زي ما حتى ما زملائه اختاروه سعد سمير وحسين الشحات في الاستفتاء اللي كانت عاملاه الصفحه الرسميه للنادي الاهلي. تقريبا كل الالتحامات والاستخلاصات كانت من نصيبه، وكمان ما كانش بيفقد الكره بسهوله، بيطلع الكره من رجله بشكل صحيح وسليم. النادي الاهلي قدر ان هو يستعيد انتصاراته في الدوري ويحقق 3 نقاط مهمة أمامه مباراتين المقاولين أمام المقاولين ومصر المقصة، قبل المباراة النهائية يوم 17 اللي برضو ممكن من خلال ترند نقول سريعا الكواليس بتاعة السفر، إن النادي الأهلي هيتمرن يوم 13 يوليو في التتش، وهيسافر بطائرة خاصة مع محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وهيكون رئيسا للبعثة يوم 14، يوم 15 تدريبات على ملاعب فرعية، ثم يوم 16 التدريب الرئيسي، والمباراة إن شاء الله يوم 17. قبل ما نختم الترند برضو بنقول لجمهور النادي الاهلي ان يلا كورة من خلال مصادره قدر يعرف ان صفقة كريم فؤاد تم حسمها بشكل نهائي، النادي الاهلي ونادي النجوم توصلوا لاتفاق نهائي بشأن بيع اللاعب مقابل 15 مليون جنيه بعقد لمدة 5 مواسم، وكمان تم الاتفاق على بعض الامتيازات لنادي النجوم، مليون جنيه لو النادي الاهلي خد الدوري وكريم فؤاد ساهم فيه، نفس الامر دوري ابطال افريقيا لو الاهلي خده في مليون جنيه لنادي النجوم، لو كريم فؤاد شارك في 5 مباريات مع المنتخب الوطني الاول النجوم يحصل على 1 مليون جنيه، كريم فؤاد تنازل عن 3 مليون جنيه وعقده السنوي هيبقى 4 مليون جنيه وبتزيد بنسبة متفق عليها. دي كانت أبرز الكواليس اللي ما بعد بقى مباراة الأهلي وسموحة تخص النادي الأهلي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من الترند، انتظرونا.